أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، نلتقي اليوم مجددا وبالتحديد مكملين إن شاء الله في بيج 37، وعنوان اللي هو محاضرة اليوم Impact of Media، اللي هو أثر الإعلام. Impact of Media زي ما احنا شايفين هذا هو العنوان اللي هو أثر الإعلام. You have seen in the aerial sections. لقد شاهدت في الأقسام المبكرة the tremendous impact of the media. الأثر الكبير للإعلام on people على الناس. Just as a coin مثل العملة has two sides التي لها جانبين. The impact of mass media أثر الإعلام الجماهيري also can be positive. يمكن أن يكون إيجابي or negative أو سلبي. Now let us list some of the positive and negative effects of media. الآن دعنا نتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية للإعلام. أول نقطة زي ما أنتم شايفين عامل لي هنا زي جدول مقارنة بين positive effects وبين negative effects. Media provide news and information. طبعا الميديا من ضمن المزايا التابعة إلها إنها بتزودنا بالمعلومات والأخبار required المطلوبة by the people بواسطة الناس. Media can educate the public. الميديا ممكن إنها كمان تعلم الجمهور. Educate can educate جاية من كلمة education اللي هو أن تعلم الجمهور. Media helps a democracy function. طبعا الإعلام يلعب دور كبير في مجال الديمقراطية effectively بشكل واضح. They inform the public إنها تخبر الجمهور about government policies عن سياسات الحكومة and programs البرامج and how these programs وكيف هذه البرامج can be useful من الممكن أن تكون مفيدة to them لهم. This helps the people. هذا يساعد الناس voice their feelings إنهم يوصلوا مشاعرهم and helps the government ويساعد الحكومة to make necessary changes لكي تحدث تغييرات ضرورية in their policies or programs في السياسات أو البرامج. مكملين برضو في الصفحة الثانية، ديروا بالكم احنا ما خلصناش لسه، هنتكلم عن الإيجابيات بعد هيك هننتقل للسلبيات. Media can entertain people. الإعلام من الممكن أن يسلي الناس وكنا عارفين هذا الكلام. Media can act as an agent of change and development. الإعلام ممكن أن يتصرف كوكيل للتغيير في التطوير. Media has brought people of the world closer to each other. الإعلام جعل الناس من جميع أنحاء العالم قريبين لبعضهم البعض، زي ما احنا دايما بنقول العالم أصبح عبارة عن قرية صغيرة، كل إشي بيصير في العالم احنا بنعرف فيه. Media promotes trade and industry. الإعلام يساعد على تطور التجارة والصناعة through advertisements من خلال الإعلانات. Media can help the political and democratic process of a country. الإعلام يساعد على اللي هو التحسنات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة أو البلد. Media can bring in positive social changes. أيضا الإعلام يساعد في حدوث تغييرات اجتماعية إيجابية. طبعا كله كلام سهل بسيط simplified، فيش في أي مشكلة، ممكن اللي هو نطلع عليهم ونفهمهم فهم مش حفظ. الآن نيجي للنيجاتيف إفكتس، الآثار السلبية. معروف إنه كل شيء له اللي هو بوزيتيف إفكتس أو نيجاتيف إفكتس، أي شيء. خلينا نطلع على الآثار السلبية. The traditional culture of a country is adversely affected by mass media. إن الثقافة التقليدية للدولة تتأثر بشكل واضح وبشكل سلبي بالإعلام الجماهيري. Entertainment التسلية has become the main component of mass media. أصبحت التسلية هي الهدف الرئيسي للإعلام الجماهيري.
This affects هذا يؤثر the primary objectives of media على اللي هو الأهداف الرئيسية للإعلام to inform and educate the people وهي إخبار وتعليم الناس. يعني صارت شغلة الترفيه والتسلية هي التي تطغى على شغلة اللي هو إخبار الناس بالمعلومات أو تعليم الناس. Media promote violence. أحيانا الإعلام بيشجع على العنف. Studies has proved that violence shown on television. الدراسات أثبتت أن العنف اللي بيظهر على التلفزيون and cinema وأفلام السينما have negative effects لديها آثار سلبية on children على الأطفال. يعني بتلاحظوا كتير ويمكن شفتوا مر عليكم انه كتير اطفال بتفرجوا على برامج، حتى برامج الكرتون كلها عنف، فبتلاقي الطفل بيحاول يقلد وممكن احيانا يرتكب جريمة في حق اهل بيته. Mass media promote the desire in people to buy and own products that are advertised through the media but which may not be essential for them. الإعلام بيساعد على الترويج لبضائع ومنتجات يتم اللي هو الإعلان عنها، ولكن للأسف الشديد الناس بتشتري من سبيل اللي هو الفضول، ولكن أحيانا بكون هذه المنتجات اللي بيتم الإعلان عنها هم مش محتاجينها أبدا أبدا، وإنما فقط اللي هو لإرضاء غرورهم في قصة الإعلان عنها والترويج لها. طبعا هذه الفقرة نركز عليها تركيز كبير وتكون في مجال الفهم، نركز عليها على أساس أجانا سؤال في التعيين اللي هو منشن البوزيتيف إفكتس والنيجاتيف إفكتس، ونركز عليها برضو ضمن سؤال ترو أور فولس أو ضمن اللي هو مالتيبل تشويس اختيار من متعدد، ونعرف قبل اي شيء اللي هو ايش المقصود بالبوزيتيف افكتس. هذه المصطلحات لازم نكون فاهمينها وحافظينها. قلنا البوزيتيف افكتس اللي هي الاثار الايجابيه، والنيجاتيف افكتس اللي هي الاثار السلبيه. طبعا هنا بيجي بلخص اهم الاسئله اللي ممكن تكون اللي هو ليست، عملنا قائمه 5 ethical codes to be practiced by media person. اذكر خمسة، هم اختار طبعا بس هو حدد لك خمسة من الأخلاقيات التي ينبغي أن تمارس بواسطة رجال الإعلام، وطبعا هذا أخذناه في محاضرة سابقة هي ميديا إثيكس، وكان من ضمنها اللي هو الأكيورسي الدقة، confidentiality الثقة، protection of sources حماية المصادر، right to privacy اللي هو حماية الخصوصية، no incitement to violence عدم الحث على العنف، no vulgarity or obscenity اللي هو عدم السوقية والهمجية، no communal writing عدم الحث على الطائفية زي ما قلنا المسيحي والمسلم أو السني والشيعي. write any three positive and negative effects of media. اكتب ثلاث إيجابيات وسلبيات للإعلام. لسه الموضوع اللي إحنا عمالنا كنا طرحينه هي البوزيتيف إفكتس والنيجاتيف إفكتس، طبعا إحنا ممكن نكتبهم اللي هو باختصار، مش أنا أجي أكتب الفقرة هذه كلها، لا. مثلا ميديا بروفايد نيوز أند إنفورميشن، الإعلام بيزودنا بالإخبار والمعلومات بكفي. ميديا كان إديوكيت، ممكن أن تعلمنا. Media helps a democracy function. خلص من غير التفاصيل. Media can entertain people. بتكفي وزيادة كمان. ممكن أن تسلي الناس. Media has brought people of the world closer to each other. جعلت الناس قريبين لبعضهم البعض، أو زي ما احنا دايما المتداول إن نقول جعلت العالم قرية صغيرة. ميديا كان هيلب ذا بوليتيكال اند ديموكراتيك بروسيس اوف ا كانتري، الاصلاحات السياسيه والديمقراطيه داخل البلد. طبعا احنا ذكرنا الان اكثر من ثلاثه. نيجي للاثار السلبيه اللي هي مثلا انترتينمنت هاز بيكام ذا مين كومبوننت اوف ماس ميديا، انه التركيز صار بس على التسليه فقط. ميديا بروموت فايلنس، تشجع على العنف. ماس ميديا بروموت ذا ديزاير ان بيبل تو باي اند اون برودكتس ذات
that are advertised، يعني خلص بكفي لعند هذه الكلمة، إنه الأشياء التي يتم الإعلان عنها الناس بيصير عندهم فضول إنهم يشتروها. طيب، what you have learned. الحلو كتير في هذا المنهج إنه بلخص لي الزبدة، يعني بعد ما يشرح الدارس بيجيب لي إيش أهم الأشياء اللي أنا اتعلمتها. رول اند امباكت اوف باس ميديا، اللي هو دور واثر الاعلام الجماهيري، وطبعا شرحناه بالتفصيل الممل. ماس ميديا اند ديموكراسي، الاعلام والديمقراطيه. فانكشنز اند ريسبونسبيليتي اوف ميديا، اللي هي وظائف ومسؤوليات الاعلام، وهي يذكر لي اياهم. سورس اوف انفورميشن، مصدر المعلومات. هيلب ان تشينج، تساعد في التغيير. هاز بروت ذا وورد كلوزر، جعلت العالم قرية صغيرة. بروموتس ديستريبيوشن اوف جودز، تروج لتوزيع البضائع. الآن ننتقل للميديا إيثكس، أخلاقيات الإعلام. واحد، هيهم حتى لو أجاك سؤال ما هي أخلاقيات الإعلام، ممكن أنت بدال إذا مش عارف تلخصهم بأسلوبك ممكن تيجي هيهم هنا عامل لي إياهم زي سمري، ملخص بسيط. سمبليفايد، accuracy الدقة. confidentiality الثقة. protection of sources حماية المصادر. right to privacy حق الخصوصية. no incitement to violence عدم اللي هو اللجوء إلى العنف. no vulgarity or obscenity اللي هو عدم السوقية والهمجية والبربرية. no communal writings مفيش كتابات تحث على الطائفية. impact of media أثر الإعلام، طبعا كان في عندي البوزيتيف اللي هو الإيجابي وفي عندي النيجاتيف. طبعا هذه أسئلة ممكن تعملوها سيلف استدي، لكن ركزوا على الأسئلة اللي احنا طرحناها قبل شوية. بهيك بنكون احنا أنهينا يونت 3 زي ما انتو شايفين، وشرحناه شرح دقيق ومفصل. يا ريت نركز على الأسئلة اللي أنا حكيت عنها زي ما انتو شايفين. هاي هنا بنيجي لملخص لأهم النقاط اللي مرت معانا في محاضرة اليوم. أتمنى من الجميع اللي هو الاهتمام والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.